الأعياد اللي نحن دائما عند صفة أساسية هي المسامحة والمصالحة. السيد المسيح مثل ما بنقول مات على الصليب وقام كرمالي قلنا أنا كلكم بحبكم وكلنا بدنا نتصالح مع بعض. رسالتنا ودعوتنا اللي نحن عم نعيشها هلأ، أول شيء بدنا نتصالح مع نفسنا، لأنه الإنسان إذا ما تصالح مع نفسه ما رح يتصالح مع غيره. إذا ما قدرت أنا سامح نفسي واتصالح مع ذاتي، كيف بدي أحب أخي الإنسان؟ من هون نحن ببلدنا سوريا مدعوين لهالمصالحة، نتصالح مع ذاتنا، نتصالح مع حارتنا، مع نتصالح مع حينا، مع منطقتنا لتعمر سوريا. إذا نحن ما فينا هالطابع الخشوع، المحبة، هالمصالحة الإنسانية، أنا كيف بدي أقدر أتصالح مع أخي الآخر؟ سوريا أمنا، إذا نحن ما اعتنينا بأمنا مين بدي يعتني فيها؟ لكل الطوائف من بغض النظر من كل الأديان، إذا نحن ما اعتنينا ببلدنا مين بدي يعتني فيها؟ ما رح يجي من برا يعتنوا ببلدنا. رسالة الأديان يلي نحن عم نعيشها، الأديان السماوية دائما واحدة يلي كلها عم تدعي للمحبة الله. مشان هيك دائما في تقارب بين الأديان إذا بتلاحظوا، لأنه كل الأديان بتدعي للخالق والخالق هو واحد يلي كلنا عم نعبده، وكل الأديان عم تدعي لهالفترة المباركة اللي مرينا فيها، كانت من كل الطوائف عم تدعي هلأ خاصة بهالفترة، بفترة رمضان ونحن اللي عم نعيد فترة الفصح قيامة السيد المسيح، عم تدعي للمسامحة وحب الآخر وخدمة الآخر. أكيد رسالتنا واحدة إن شاء الله، وإن شاء الله منضلنا دائما روح واحدة ورسالة واحدة لهالبلد.